ما في شك انه الموسيقى كتير مهمة بالحياة. Actually بحياتي انا بحكي على السايد الشخصي, انا اذا قطع نهار وما سمعت موسيقى, ان كان انا عم سوق ام انا بالبيت على التليفون earphones anything, بحاجة لهيدا الوقت بالنهار انه اسمع ميزيك. هيدا الشيء كتير بغير المودي, بقلب النهار. اذا انا مثلا جيت على حلقة من lifestyle ماني سامع ميزيك قبل بالسيارة ام بالباكستيج, دايما بيكون في شيء غلط, بحس على مودي ام مزاجي منن مزبوطين. وكمان الموسيقى عندها كتير healing power, لانه في كتير ايام نسمع اغاني نسمع lyrics منقول انه في ناس, ان كانوا المغني ولا الكاتب الغنية ولا كتير ناس غيرنا حوالينا, they relate to هول situations ام هول sufferings اذا بدكن, بيعينوا بذات الطريقة اللي نحنا عم نعاني فيها ونحنا ما ممكن منعرف, وهيدا شيء ايام نعرفه through music which is something very nice. وايام في ناس بتعرف تعبر عن المشاعر ام situations ام حيا لشيء اكتر منا من عبر الموسيقى, وهيدا شيء بالنسبة لإلي نعمة وبستفيد منه. انا بجرب قد ما فيه لانه بتبسطني وبتريحني وبتغير الجو. Here's the thing, I don't have a favorite type of music. Any music that makes me feel good, بتحطني in the mood that I want to be in, بحب اسمعها. في اكيد الاغاني الاجنبية وفي الاغاني بالعربي, بس انا الاغاني الاجنبية I have a favorite artist, she's Ariana Grande. بالنسبة إلي عندها pitches بصوتها ما حدا بيصلون كتير حلوين, وطريقة غناءها special, يعني she doesn't sound like any other artist. أما بالعالم العربي بحب الفنان جوزيف عطية, هو فنان لبناني, وكمان بحس إنه أغاني بالعربي هن أغاني مرتبة وحلوة ورومانسية وبتسيب الشخص, يعني الكلام على القد بجسده كل حدا شو فيه يكون عم بيقطع, وهو كمان حدا كتير إنساني, يعني على الصعيد الشخصي بحب كيف بيتعامل مع الناس وهيك. Currently my favorite song اسمها حب ومكتر لجوزيف عطية. بنت الجيران